السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا طلابنا الأعزاء، أنا زين العابدين لطيف معكم اليوم مع كتاب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، الوحدة الثالثة، المذاهب الفقهية الإسلامية. نبدأ بأسباب اختلاف الفقهاء. من الأسباب الأساسية في اختلافهم وجود ساحة مفتوحة للرأي والاجتهاد، ووجود أصول مختلفة للفقهاء الذين يبذلون جهدهم لغط هذه الساحة. ومن أهم المواضع التي يظهر هذا السبب ظاهرا وواضحا، أولا فهم النصوص، ثانيا اختلاف مقدار الأحاديث البالغة إليهم واختلافهم في الشروط لقبولها، ثالثا اختلافهم في اعتبار بعض الأدلة مصدرا وفي ترتيبها وتقديم بعضها على البعض، رابعا اختلاف مداركهم، خامسا واختلاف البيئة الاجتماعية والثقافية وأثر الاتجاهات السياسية على الفقه. تصنيف المذاهب الفقهية. الأصل في تصنيف المذاهب الفقهية وجود أو عدم وجود أتباعهم في يومنا الحاضر. ومن المعروف أن بعض المذاهب الفقهية من أهل السنة لا يزال يعيش اليوم، وهم المعروفون بالمذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وهناك مذاهب أخرى لا توجد لهم أتباع اليوم، مثل الأوزاعي والثوري والليث والطبري والظاهري. وكذا وصل إلى يومنا بعض المذاهب التي نشأت في البيئة الشيعية والخارجية، فيمكننا أن نعد الزيدية والجعفرية والإسماعيلية ممن نشأت في البيئة الشيعية، والإباضية مما نشأت في البيئة الخارجية. المذاهب الفقهية السنية قائمة. أولا المذهب الحنفي. تأسس المذهب الحنفي من قبل مجتهد شهير من أبرز فقهاء الأمة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، ولقب بالإمام الأعظم. ولد بالكوفة وتوفي ببغداد وليس بعربي الأصل، وتلامذته دور هام في تدوين آرائه وتأصيل مذهبه، وأشهرهم أربعة وهم أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن حسن الشيباني وزفر بن هذيل وحسن بن زياد. ويعتبر أبو يوسف ومحمد الإمامين الثاني والثالث في المذهب بعد أبي حنيفة. كان المذهب الحنفي مذهبا رسميا للدولتين العباسية والعثمانية، وكان لهذا تأثير بالغ في انتشار المذهب في البلدان التي تحكم عليها تلك الدولتان. فأكثر المسلمين الذين يعيشون في تركيا والبلقان والقوقاز وأذربيجان وقرم وقازان وآسيا الوسطى وأفغانستان وباكستان والهند والصين معظمهم من المذهب الحنفي، ويوجد أيضا في العراق وسوريا، ولم ينتشر على ساحة مصر وشمال أفريقيا. المذهب المالكي. تأسس المذهب المالكي من قبل الإمام مالك بن أنس الأصبحي الذي ولد بالمدينة وتوفي فيها. كان للتلامذة الإمام مالك دور كبير في انتشار آرائه، وينبغي أن يذكر خصوصا الذين جاءوا إليه من مصر وشمال أفريقيا، فهم بذلوا جهدا كبيرا في نشر آراء أساتذتهم في هذا البلاد، ومنهم عبد الرحمن بن قاسم وعبد الله بن وهب وشاب بن عبد العزيز وعبد الله بن عبد الحكم وأسبخ بن فرج ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم. انتشر المذهب المالكي في منطقة الحجاز أولا، ثم في بلاد شمال أفريقيا والأندلس، وفي يومنا الحاضر فأكثر أهل بلاد شمال أفريقيا وموريتانيا والنيجر يعمل بالمذهب المالكي، ويوجد أيضا نسبة ضئيلة من المالكية في مصر والسودان والبحرين والكويت. المذهب الشافعي. مؤسس المذهب الشافعي هو محمد بن إدريس الشافعي، وهو قرشي الأصل، ولد في غزة وتوفي في مصر. ولتلامذة الشافعي من العراق ومصر سهم هام في انتشار مذهبه، ومن الذين نقلوا مذهبه القديم في العراق الظفراني والكرابوسي، ومن أشهر تلامذته في مصر حرملة بن يحيى والبويطي وإسماعيل المزني. ومن الأسماء البارزة منهم في مصر راوي كتاب الأم ربيع بن سليمان المرادي والمزني، جمع آراء الشافعي الفقهية في كتاب سماه بالمختصر والطبع مع الأم، والماوردي من الفقهاء الشافعيين المتأخرين، شرح مختصر المزني شرحا واسعا وسماه بالحاوي الكبير،
وانتشر المذهب الشافعي في مصر والعراق وسوريا والأردن ولبنان وإيران والهند والفلبين وسيلان وماليزيا وإندونيسيا، واتخذ مذهبا رسميا برهة من الزمل في عهد الأيوبيين بمصر. المذهب الحنبلي، ممثل هذا المذهب أحمد بن حنبل الشيباني المولود ببغداد والمتوفي فيها، وتتلمذ على طائفة من العلماء في مختلف البلدان الإسلامية، وبرز في علم الحديث خاصة، وأخذ الفقه عن الإمام الشافعي حينما كان ببغداد، وعلى رأس تلامذته أبناه صالح وعبد الله، ثم أبو بكر الأثرم، أحمد بن هاني، وأحمد بن محمد المروزيني، وعبد الملك بن مهران الميموني. وأما الذي جمع آراء أحمد بن حنبل الفقهية من جيل الثالث في كتاب مستقل وسماه بالجامع، فهو أبو بكر الخلال. والبلدان التي انتشر فيها المذهب الحنبلي أقل مما انتشر فيها المذاهب الأخرى السنية الثلاثة، وانتشر في بغداد أولا، ثم في الحجاز وسوريا ومصر، وبعد الحركة الوهابية التي ظهرت في منطقة نجد بقيادة محمد بن عبد الوهاب في القرن الثامن عشر الميلادي، زاد تأثير المذهب، وهو المذهب الرسمي في المملكة العربية السعودية في وقتنا الحاضر، ويوجد له أتباع في الكويت وفي دول الخليج. المذاهب الفقهية السنية الماضية المندرسة، ولم يصل أكثر المذاهب الفقهية السنية إلى يومنا الحاضر، ولم يبقى لهم أتباع، وسنتحدث هنا عن بعض هذه المذاهب التي وصل إلينا آثار منها وعثرنا على أخبارها. مذهب الأوزاعي، مذهب الثوري، مذهب الليث، مذهب الطبري، مذهب الظاهري. المذاهب الأخرى الفقهية، وإلى جانب المذاهب الفقهية التي نشأت في البيئات السنية، ظهرت مذاهب فقهية شيعية في البيئات الشيعية والخارجية ولهم أتباع اليوم، الزيدية، الجعفرية، الإسماعيلية، الإباضية. مع اللقاء طلابنا الأعزاء، نتمنى لكم التوفيق والنجاح.